فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. كما أنه صلى الله عليه وسلم لما قال: يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا، يا عباس عم رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا، سلوني من مالي ما شئتم، كان في هذا تنبيه لمن انتسب لهؤلاء الثلاثة ألا يغتروا بالنسب ويتركوا الكلم الطيب والعمل الصالح. نعم، وهذا فيه التفات إلى ناحية أخرى، وهي أن من كان من بني هاشم ومن قرابة النبي صلى الله عليه وسلم لا يغتر بذلك ويترك العمل، ويظن أن قربه من النبي صلى الله عليه وسلم سينجيه من عذاب الله عز وجل، فإنه لا ينجي من عذاب الله إلا الإيمان والعمل الصالح وليس النسب، كما قال صلى الله عليه وسلم: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فهو نبههم أن لا يتكلوا على نسبهم وقربهم من الرسول صلى الله عليه وسلم ويترك العمل أو يقل منه اتكالا على نسبهم، ولهذا قال جل وعلا: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ليس الكرامة بالنسب، والقرابة من الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال: يا فاطمة، خص أولا يا فاطمة بنت محمد، يا عباس عم رسول الله، يا صفية عمة رسول الله، سلوني من مالي لا أغني عنكم من الله شيئا. فإذا كان هذا الخطاب لأقرب الناس إليه، وأنه لا يملك لهم من الله شيئا، فكيف بغيرهم؟ والحاصل أن هذا فيه تنبيه لقرابة محمد صلى الله عليه وسلم والمنتسبين إليه أن لا يغتروا بذلك، كما يحصل من بعض الجهلة الذين ينتسبون إلى البيت ويزعمون أن هذا يكفيهم وأنهم سيدخلون الجنة بمجرد ذلك. حتى قال بعضهم: لا، ما لي من ألوذ به، يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا، وإلا قل يا زلة القدم. هذا وهذا الناظم ليس من قريش ولا قريبا منهم، فكيف فإذا كان القريبين من الرسول صلى الله عليه وسلم بنته وعمه وعمته لا يغني عنهم من الله شيئا، فكيف يغني عن هذا الشاعر الذي حتى إنه قال: فإن لي ذمة منه بتسميتي محمدا وهو أوفى الخلق بالذمم. فهذا من المبالغات والمغالطات التي ما أنزل الله بها من سلطان، ولا ينفع الإنسان إلا عمله.